ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم خير البلاد. زيارتنا في هذا العدد غتاخذ كل المجالات الترابيه تارقه ولا تجرار باقليم تيزنيت باش نتعرفوا على اهميه الفلاحه التضامنيه المندمجه من خلال جوج ديال المشاريع: مشروع مركب جامع شامل لانتاج الخلايا الشمع وملكات النحل، ثم مشروع كيهم الفلاحه الحضريه اللي كيهم بالاساس ضمان الاستقرار وتاهيل الساكنه. واحد تارقة كتعتبر الرئة اللي كتنفس بها تيزنيت المدينة كان لها نصيب من التنمية والتأهيل من خلال مشروع شامل للمدينة. فخلق الجاذبية للواحة انطلق من خلال تمكين الساكنة من عوامل الإنتاج مع الحفاظ على المجال التقليدي للفلاحة واستحضار قرب المدينة من الواحة. هي أنشطة مسطرة موزعة بين ما هو فلاحي أيكولوجي سياحي واستغلال مياه العين اللي كاينة في الواحة إلى جانب جلب المياه من ولاد الجرار. مثلا التحديد ديال الاستغلاليات اللي راه دار الساكنه اللي كاين عند الساكنه خصنا نحددوها بعدا بلون بارسيلير ريالي غير البلون بارسيلير ديك الساعه. من خلال هذا البلون بارسيلي كنديروا شي حاجه اللي كتفصل ما بين الملك ديال هذا بعدا شي كرياج بسيط خضار شي حاجه اللي جماليه، لان غادي نعطيو الجماليه للواحه لا من ناحيه الانتاج لا من ناحيه استغلال الموارد المائيه باش نحافظوا عليهم ما بقاش تسقي غير هكا. هذا المشروع هذا عنده واحد الفكر اخر، ان مثلا ما كنفكروش فقط على انها تهيئه او خلق فضاء للانتاج الفلاحين ديال تيزنيت، ولكن هو انه غادي تعطى فيه بعد اخر وصوره اخرى للفلاحه التضامنيه العصريه اللي يمكن نخلقوا فيه ممرات، نخلقوا فيه كيف مثلا الاريحيه ديال الانتاج باستعمال بعض التقنيات العصريه اللي ممكن تساهم وتعاون هذا الفلاح هذا. كذلك ان عندنا المساله الاخرى هي كيف يمكن نمزجوا معها بعض المكونات ديال المعروفه في تيزنيت بكوجهه سياحيه، ان مثلا نديروا الفلاحه السياحيه لان لاغروتوريزم راه مهم جدا بحكم ان عندنا تحسين الواجهه والجاذبيه ديالو كمنطقة اللي يمكن يجي واحد يرتاح فيها ويزورها ويدور، بالإضافة أنها تكون منتجة فلاحيا. واحد ترقو سنقر هذه الواحة كتعطل واحد المستوى نشوفوا هذوك النقاط. هذا المشروع في المرتبة الأولى غادي يجلب الناس ويرجعهم لهذه الواحة، لان كان في واحد الفتره تقريبا 2015 كان تقريبا 40 منخرط اللي كاين في الجمعيه، اما الان راه عندنا دابا تقريبا 350 منخرط، والى كاين واحد التاهيل لهذه الواحه راه كاينه الامكانيه باش نوصلوا حتى ل 650 منخرط، لان كاينين الاراضي فهنا غير مازال ما فلحها الناس، لان الامكانيات المائيه راه ما كاينينش. هذاك المشروع تاع اعاده المياه تاع الرقاده راه كاين واحد المشروع راه تكلمنا عليه مع السي حسن بان هذاك المشروع الماء تاع الرقاده هذاك الثلث اللي غادي يرجع للواحه ترقو سنقار غادي ينمي هذه المنطقه، لان كاين واحد عدد الافكار تاع الشباب، كاينين الشباب جاوا وقالوا لنا ودي راه بغينا نديروا المشاريع هنا. عصرنة قطاع تربية النحل والحفاظ على التنوع البيولوجي وتقوية قدرات النحالة تحسين الدخل ديالهم بين الأهداف ديال هذا المركب النموذجي الجامع الشامل للإقليم اللي التكلفة المالية ديالو تجاوزت 10 ديال مليون ديال الدرهم، وبلا شك أنه غيساهم في تعزيز الخبرة والتجربة باحتضان مجموعة من الوحدات. حنا بعدا أولا ولينا دابا كنصوبوا الخلايا الروسنا وعرفنا جميع المراحل اللي كيتمر منها هذه المهنه ديال باش غتصوب واحد الصندوق كيف ما بغى يكون النوع ديالو المراحل اللي كيمر منها، وعارف الجوده ديالها، وكتعرف حتى ملي كتمشي للسوق كتعرف ملي كيقول لك شي واحد دابا شي واحد حتى في الاثمان ديال الصندوق كتعرف بلي الجوده راه منها فين كيجي الثمن طلعوا هابط. في نفس الوقت حنا كنا كنمارسوا الميدان كي قلت لك دابا ديال التربيه ديال النحل شي 14 سنه هذه تقريبا ديال نقول لك من 2006 ولا 2007 تقريبا كنمارسوا هذا الميدان،
وكنا ديك الساعات كنمشيو للهواره ولا تا رودان خصنا نمشيو نصيفطوا الشمع ديالنا يتصيب تما وخصك تشد رونديفو يمكن انت ما مسالي في هذه الوقيته دابا ديال الخدمه ديالي الا كانت الشتاء راه ما يمكنش لك تسالي حتى باش تحك راسك. تقريبا يلاه كنطورو في الميدان. المهم هذوك الصغار ديال تلقيح الملكات ملي كتربي الملكه و كتربيها وبغيتي تلقحها سميتو كتديها لديك سميتو كتهز واحد كمشه ديال النحل وكديرو في هذيك الصنديقه الصغيره وكتلوح ليها الملكه كتلقح وملي كتبيض وداك الشيء كتنطلق لها الوحده ليروش اخر. العمليه ديال الشمع كتتم في الادابه ديالو هي الاولى عاده كنجيبو لهنا كنقطعو بلايك وكنديوه للماكينه باش نخرجوه كفري وهاد الوحده هادي قيمه مضافه للنحال ديال 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 المنطقه وحتى النحال الرحال اللي كيرحل اللي جاي من بلاصه اخرى كيستافد من هاد الوحده وهاد الوحده كان القيمه المضافه ديالها هي ان كنحاولوا نحتفظوا على الشمع الطبيعي كل نحال كيجيب الشمع ديالو من المنحل ديالو كيحتفظ عليه يكون طبيعي وكيجيبو من المنحل ديالو وكيجي وكيوقف عليه كيجيبو خام حجر وكندوبوه وعاد كنجيبوه لهنايا وعاد كنديوه للماكينه باش يخرج لينا نعطيو للنحل. الحفاظ على سلالة النحل الصحراوية واحدة من مهام ديال هذه الوحدة اللي كتوفر على المعدات والآليات المساعدة إلى جانب ضبط مسار جودة العسل. حنا بالنسبة لنا في هذا المختبر كيطيح لنا باش نسرعوا من إنتاج الملكات يعني ما كنضيعوش الوقت في المنحل كناخذوا يرقات وكنديروا التلقيح هنا في المختبر وكنحطوهم في الحاضنه ديالهم من هنا كيخرجوا كنلقحوهم من هنا كيخرجوا لنا النحلات جاهزين في اقل وقت ممكن. حنا دابا في مختبر ديال تحلي ديال العسل في هاد الوحده تنحاولوا باش نديروا عندنا واحد العدد ديال التحاليل باش نعرفوا الجوده ديال العسل منها تحليله ديال نسبه الرطوبه النسبه ديال الحموضه موصليات الكهرباء فهاد وعندنا عاوتاني واحد المرحله ولا واحد التحليله هي اللي تنعرفوا بها العسل واش قديم واش جديد واش فيه النسبه ديال السكر والنسبه ديال السكريات اللي فيها هادو هاد المراحل كامله تتسمى المراحل الفيزيكو كيميك يعني فيزيائيه وكيميائيه عاد في اخر المطاف تنوصلوا للتحليله اللي هي تنسميوها تحليله ديال حبوب اللقاح هي باش نعرفوا واحد العدد ديال النباتات اللي خدم عليهم هذاك النحل باش قد لينا العسل اللي حنا تنديروا ليه التحليله وباش تنعرفوا النوع وتنعطيو حتى التسميه وتنعطيو حتى المنشا ديالو الجغرافي باش تنعرفوا هذاك العسل اش من المنطقه بالضبط من شجنا. بلا شك ان هذا المركب كيشكل ارضيه مناسبه لتطوير قطاع تربيه النحل وتجربه يمكن تصريفها وطنيا. تفاصيل اخرى في هذه الدردشه مع النحال حسين الزرق. سي حسين شفنا ان المركب يعني فيه مجموعه من المهن وبلا شك ان هذه المهن ساهمت في ان الخبره والتجربه تكون اكثر عند النحاله. طبيعه الحال هو اشتغال كراعي الكم والكيف. ملي كنقولوا الكم كنقولوا المجهود اللي كتبذل وهذوك الصنيدقات اللي تيخرجوا والكيف هي الجوده اللي اكدوها بطبيعه الحال الاخوان في الروبورتاج. بالنسبه لكم مثلا المختبرات اللي شفنا
مراقبة جودة العسل، ملكة النحل، يعني هذه المختبرات شنو اللي بغينا نقولوا القيمة المضافة وانعكاسها على نحالة أخرين مثلا؟ كما شفتي أستاذ معنا بالنسبة للمختبرات اللي كاينين في المركب، هادو جابوا واحد القيمة مضافة بالنسبة لهذه السلسلة ديال تربية النحل، وكنخدموا على الجودة سواء في الإنتاج ديال العسل وكذلك الجودة في النحل، لأن كنعرفوا المنطقة ديالنا فيها بالنسبة للنحلة، النحلة ديال السلالة ديال المنطقة هي النحلة الصفراء الصحراوية، حنا كنحاولوا نحافظوا على هذيك السلالة لأن بحكم المنطقة ديالنا مستقبلة للنحلة من جميع مناطق المغرب، خاصة ملي كيجيو لهذ النبتة ديال الدغموس، هنا كيكون واحد التزوج غير مرغوب فيه بالنسبه لينا حنا، ما بالنحل النحل كيسميتو هنا كيكون واحد الكروازمو ديال النحله ديال الغربويه مع النحله ديال المنطقه ديالنا، كيعطينا واحد الراس شويه مختلفه، وهنا هذا هو الدور ديال المختبر ديالنا حنا، باش كنحافظوا على السلاله، كنديروا الانتقاء ديال هذيك السلاله باش نحاولوا ما امكن نحتفظوا عليها، لان كتادبت مع المنطقه وكتخدم مزيان وما فيهاش القريص ومقاومه للامراض والانتاج ديالها جيد. بالنسبه لمراقبه جوده العسل، هذا المختبر هذا راه جا في الصميم لانه هو عطى واحد القيمه مضافه بالنسبه للتسويق ديال العسل، خاصه ديال النحله، كيستافدوا منه الحمد لله، ولا لان كنعرفوا الزبون ما بقاش كيعتمدوا على ديك الثقه ويقول له العسل، دابا ولينا كنعتمدوا على الاجهزه، العلم تبارك الله اللي في البلاد، تعاملنا على هذوك الاجهزه لمراقبه الجوده، كنعرفوا كنصنفوا العسل، كنعرفوا مده الانتاج ديالو، وكنعرفوا لاكاليتي ديالو، وكنعرفوا حتى النوعيه ديالو، وكنصنفوه واش الدغموش واش السكاليبتوس واش هنا على حسب التحليل المخباري كنعطيو واحد التصنيف. هذا واش نقدروا نقولوا ان هذا الفضاء فضاء التصريف التجربه بالنسبه لكم داخل الوطن وخارج الوطن، يعني كيفاش ممكن الاخر يستفاد من هذه التجربه ديالكم اللي بطبيعه الحال يعني انا في اعتقادي انها نموذجيه؟ بطبيعه الحال بالنسبه للمركب ديالنا السنه الفريطه راه استقبلنا واحد المجموعه ديال الزيارات ديال الفلاحين ديال جميع مناطق المغرب، الحمد لله جاوا وشافوا وطلعوا التجربه ديالنا وكيستافدوا من الخدمات ديالنا، لان المركب ديالنا منفتح على جميع النحاله في المغرب، اللي جا كيستافد وكيستافد من الخدمات ديال المركب، وهذا الشيء الحمد لله بان على النتائج ديالو، الوقع ديالو بان على النحاله، لان كان واحد المجموعه ديال الخدمات كنا كنسافروا ليها لاكادير ومشيو، دابا كل شيء قريب وعطى الوقع ديالو، الاخوان ربحوا الوقت وربحوا الجوده وربحوا تقنيه جديده، هذا الشيء كامل جا من بعد واحد المجموعه ديال التكوينات اللي استفدوا منها الاخوان، ولاو الحمد لله كاينين تقنيين اختصاصيين ولينا بروفيسيونيل في هذه السلسله ديال تربيه النحل. لان استقبلنا زيارات من خارج الوطن، شافوا التجربه ديالنا وبطبيعه الحال انبهروا لها وشافوا مستوى اللي وصل عليه النحال في المنطقه، وهذا الشيء كامل بالدعم ديال المسؤولين ديالنا والناس ديال وزاره الفلاحه والاندياش، المهم كان واحد المجموعه ديال المتداخلين في هذا القطاع هذا، والحمد لله وهذا الشيء كامل جاء من بعد الرغبه ديال النحاله اللي بينوا انهم محتاجين وبغاو يخدموا، وهذا الشيء تيسر وحنا وصلنا لهذه النتائج اللي شفتوها الحمد لله. بالنسبه لكم في افق مثلا 5 سنين الجايه مثلا الافاق المستقبليه، اشنو ناويين انتم داخل هذا المركب وفي التعاونيه على المستوى الاقليمي تخدموا عليه؟ من هنا لواحد 5 سنين الجايه ان شاء الله غادي نخدموا على واحد، غيكون عندنا واحد مركز ديال التكوين ان سونتر فورماسيون اللي غادي يستافدوا منه النحاله والابناء ديالهم، لهذا باش نقولوا قدرنا نقولوا تربيه النحل نموذجيه بقواعدها بطريقه احترافيه، لان بزاف ديال النحاله سابقا كيضيع الوقت ودابا الحمد لله بفضل هذا المركب هذا وهذا الشيء اللي غادي نديرو، غادي تكون عندنا واحد المنحه النموذج ان شاء الله مع مشاركه مع المياه والغابات، هذا راه كان وعد منهم ان شاء الله غادي يتحقق في القريب العاجل، وهذا هو اللي غيكون واحد المشتل من تما ان شاء الله غادي يخرجوا دوك ملكات النحل اللي يمكن يتوزعوا الان بداو بالاقليم للجهه، وحنا منفتحين على على على, على الوطن ان شاء الله باش ديك السلاله نحافظوا عليها ونحاولوا نرجعوها. طبيعة الحال هو اجتهاد يعني على مستوى خلق التوازن بين الكم والكيف، يعني كنقولوا الكم على مستوى الانتاج، الكيف هو خلق مثلا هذه السلاله اللي هي مقاومه وبنت البلاد كيف كنقولوا، كيفاش كتنجحوا انكم تحققوا هذه المعادله هذه؟ غادي نخدموا في السلاله
منا غيكون واحد الانتقاء، لان كاين واحد النحل اللي هو مائل للتلقيح للجمع حبوب اللقاح، هذا ان شاء الله نخدموا به تلقيح الاشجار وتخدم في هذاك الاتجاه. كاين اللي عندها غريزه ديال جمع العسل، هادو غادي يكون ان شاء الله يكون تحسين ديالهم باش يكون جماعة للعسل، وهنا كتزيد من 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 الكميات المنتجه عند النحاله، وفي نفس الوقت غادي نخدموا على هذيك النحله اللي مقاومه للامراض، لان من خلال هاد الاصناف هادو ان شاء الله غادي نحاولوا نخرجوا هذه السلاله هذه لكل كل كل كليان جا عندنا، لان كان ممكن نخدموا حتى مع الضيعات البلاستيكيه على حساب التلقيح، كيحتاجوا كنعطيهم هادو اللي كيجمعوا البولين، هادو مهمين لهم في التلقيح. بالنسبه لاخوان النحاله اللي كيبغيو الانتاج ديال العسل بجوده عاليه، هادو عاوتاني غيكون تصنيف ديال هاد السلاله هذه. وبالنسبه عاوتاني كاينه واحد السلاله هذه اللي بالنسبه للاكتار ديال النحل كتكون اللي ميال تضر حتى هي كنحتاجوها لاكتار ديال النحل وتحسين هذه السلسله ان شاء الله. سي حسين كنتمنى لك حظ موفق ونجاح افضل بطبيعه الحال هذا المركب اللي كيبقى نقطه التقاء بين اقليمي تيزنيت قلميم وكذلك سيدي افني. تبارك الله عليك. وصلنا نقطة نهاية مواد حلقتنا، خير بلاد مازال معكم، تلقوا في منطقة أخرى موضوع آخر، في أمان الله.